هاي سنابيون، ازيكم؟ كيف عاملين؟ ليلى للبنات فقط، جايبة لكم عرض جميل جدا جدا لماركة رهيبة حتحبوها شديد. فساتين، سهرات، مناسبات عادية، وعاملين خصومات تحفة. الكود بتاع الخصم في البايو بتاعي وما تفوتكم فرصته. والله الحمد لله على السلامة. يا الله يسلمك يا أخي، بركة جد. طيب يا أقسم بالله العظيم، سفرة سفرة من المودع دي، عجيب يا أخي. مجنونة جن، مجنونة جن. تحكي لي يا أخي. يا أخي الشباب ده انبسطوا. بس تحكي لي يا أخي. لكن أقسم بالله العظيم لازم تسافر. أقسم بالله أقول لك حاجة، تذكر علينا انتهي. تذكر علينا انتهي. ها جملوا جملوا من الشباب. جاء محمد يوسف، وجاء أحمد علي، وجاء خالد. خالد المصطفى. خالد المصطفى يا اخي، اقسم بالله زودة تشغيل. والله فاتتني يا اخي زودة تشغيل. كيف بجد فاتتني يا اخي؟ اقسم بالله. اول حاجه مشينا طبيعه، بلد فيها جمال جمال ما طبيعي. حاجه يا اخي، الناس دي، الناس دي انا لو عايش هناك صراحه ما بطلع. انا ما اعرف الناس دي يعني شيء عجيب عديد. والله ده خصوصا طبعا يا اخي احمد محمد يوسف ده عمل فينا منظر يا اخي. كيف عامل؟ انا السباح وانا ما بعرف منو كجابه، ما بعرف كل شريك جازون الطيوه. اسمع شوي، انا اسمع لك بق 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 بق. يا الحق الحق يا غزال، دخل فينا منظر يا اخي، كان رخيب لنا البرنامج كله. لكن اقسم بالله كان منظره بايخ جدا يعني. وصلت حركات من الجامعه، مشينا ثاني الحته اللي في الشلالات فوق دي يا اخي، دي يعني عجيبه يا زول. اسمها وندو جنب يعني، انت بجد يو وانت جنب. شفتها وندو جنب، يو وانت جنب يعني. ما قدرت تطلع من الحته دي كله خلاص. ما تحكي لي يا خلاص خلاص. انت اقعد بس. احنا شباب كلهم طيبين وكويسين. لا لا، فل الفل والله. فل الفل برنامج. سؤالي مناسبه ليلة اجتماع طبعا. بجد والله العظيم. اجتماع شنو؟ ليلة اجتماع مسافر والله. في المطعم الليلة ذاته يعني، عشاء واجتماع عشاء عمل يعني، لازم تكون قاعد. حتولد انت ولا ما حتولد يا استاذ؟ لا بروح بعدين. ما ما ما, ما, ما بقدر على اجتماع ده انا والله. عندي موعد. يا عمي الموضوع ده مهم. يعني ما في طريق الموضوع زي ده. انت اصلا جاي من سيزون سويتك عاليه، حتى الاجتماع ده يا اخي. لا والله ما بقدر، ما بقدر والله، عندي موعد. الامور شنو؟ اخبارك انت حاصل عليك؟ الو يا حبيبنا، الدنيا وياك؟ لا لا تمام والله. ها شباب جو؟ لا لا دبرتها يا زول. يا زول الدنيا حلوه هنا يا زول، معقوله؟ تعبير نايم ماكل شارب. هاي دبرت حكون من وين يعني؟ ما من الصراف الآن القاعد ده.
لا لا يا زول، ظبطت الدنيا وجايب المزاج، بس انت ظبط القاعدة يا معلم. يلا انت باقي الشباب لبط، الشباب دول جايين كده. اسمع خلاص، طيب اوكي يعني، يلا اوكي لحد بعدين. حاسس انه العرض ما عجبك؟ مثل ما تقول ما اعطونا شيء جديد. اللي اجوا قبلهم اعطونا نفس العرض اكزاكتلي، حتى هذيك اسعاره احسن. عموما احنا هسه عندنا خيارات، يعني ممكن نختار هذا النقش ان شاء الله. دخلك امجد وين؟ امجد للاسف اعتذر الليله والله، قاعد مضغوط شوي بالشغل. انت مع خبر صار يومين اخرس؟ للاسف عارف. ترى خليه يدير باله حاله، هذا بياثر كثير على الشغل. اوكي اوكي انا بدي استاذن. اوكي اهلين، ازيك اخبارك؟ تمام تفضل. اخبارك؟ الحمد لله. انت عامله شنو؟ والله تمام الحمد لله. انت كيف امورك؟ انا تمام وصح الحمد لله تمام، وبتصل عليك دائما بس انت ما بترد علي. والله مشغوله، وبمناسبه اني انا اليومين اللي فاتوا كنت مشغوله، عندي اعلان صورته وجايك عشان تمنتجه لي، بما اني انا اصلا قاعد احب شغلك يعني. والله يعني دي حاجه بجد انا بتفرحني، وانا تحت امرك يعني اي حاجه انت عاوزها انا ممكن اعملها لك. احلى لك والله، ما بتقصر يا حسام. حارسل لك الشغل في الواتس تمام، وتقوم تظبطه كده وتوريني، ويا ريت ما يتاخر. خلاص ابشري، اي حاجه انت عاوزها انا ممكن اعملها لك، وانا سعيد بجد يعني انه انا هسه يعني قاعد معك. اخو والله انا اسعد شديد. يعطيك العافيه. تسلم. الله يعافيك. ممكن تشتغل ايه شغل دمكم؟ والله يعني نحن ما حنتكلم على الدروس، لانه بجد انا سعيد يعني انه انا بعرفك من زمان يعني، ونفسي يعني اديك هديه كده حلوه واعتبريها كده عقد صداقه يعني بيننا يكون. قاعد تحرجني شديد يا حسام. ما في احراج، ما في، بس بجد يعني انا بحاول اعمل حاجه كده اسعدك فيها. يا حليلك والله ما قاعد تقصر. استأذنك؟ ليه؟ ما تبعدي؟ انا والله مشغولة ومتأخر، المفروض ارجع بعد البيت، بس انا كنت مصرة ان الليلة اقابلك. ليه؟ ما تبعدي معي شوية يعني عبال ما اشرب العصير. والله يا ريت، القعدة معك ما بتتملى، لكن حقابلك وقت اوسع ان شاء الله. خلاص ما حقاب عليك، وبجد مبسوط اني شفتك. الله يسلمك، شكرا. شفت ليك تصميم وجوهر مبالغة، والله رهيبين زي بعض. ألماس؟ ألماس حر. كلمت أبوكي إنه يحجز لنا أنا وإنتي زي بعض. ما حرضة. راح يقول لي وبكرة وبعد بكرة والحركات دي. لكن بيني وبينك عليك إنتي تمشي كده شوية شوية، تحاول تقنعيني يا بابا ماما كلمتني
تصري عليه وكذا الميداني أنا ويدي سوا يجيبوا إن شاء الله. ما هي جبنا الشهر الفات جاب لنا ما خلاص ما يجيب يعني مش نو. أنت تقول لي كذا أنت بس مش حاولي. لا خلاص شوف شنو كذا. خلاص شوف شنو أنا ناس. كيف؟ ولا كان ولا بحيك كذا. لكن بلفا. أحمد لك الله بيها نبروش تدري بالك أعوز تتراجك بالك طيب بروش أول حاجة يكون عندي أصلا يا أخي أنا قاعد أصرف عليك ليه أصلا يا أخي أنت مالك متعلق ليه في حياتي يا أخي رمى خليالك لك يا أخي أخوك طلع مالك يا ابن الحلال خليالك يا استغفر الله العظيم يا هاني الشباب في الزمن ده بموتوا أنت ما تعمل حادث تموت يا أخي أعمل حادث وأموت وجهنم عايشة أصلا أصلا بدفع عليهم عشان يتخارج من حياتي ليه بروش بروش أزكراك موني أزكراك موني أزكراك تدي قروش أزكراك قروش أديك كم وتختفي أديك كم وتختفي ألف جيب بس اختفي يا أخي اختفي جهد ليه يا سلام أنا دي ولدي ما اديتها لي وديك لي أنت معلومة خليالك يبقى أنا طالع الزمن الزمن الله 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 أنا خلاص ماشي ماشي وين اتأخرت أمشي وين ماشي أه وين ماشي ماشي أوصلك توصلني ليه؟ ماشي وين يا روان؟ ما خالد انت توصلني ماما ماما ماشي لا في موضوع انت ما هذه هسه ما كنت معاها؟ هاي ما هسه في موضوع انت خطر موضوع شنو؟ ماشي ماما خطر في الموبايل طوالي ونسات وبخاف ما في حاجة ساحة وديني يا روان قاعدة بالبيت ماشي روان توديني وين؟ شنو؟ لا ما عايزك توديني لا انا السياره طلبت سيارة مع السلامه شو يعني بدها تمشي اول حاجه بعد الساعه اطلع وينك من زمان يا خلود والله موجودة بس انت مختفية ليه؟ والله كنت بقول ان انت مع دوام الجامعة وكذا ما صح ايوه خلاص احنا بدأنا جامعة وكذا يلا يا ستي ربنا يوفقك اهو كيف لقيت الجامعة وكيف الدوام؟ والله الحمد لله بس مرة تعب يا ستي قولي الحمد لله بكرة تتخرجي وتنبسطي بالشهادة الله يسعدك يا رب ان شاء الله كيف حال الحصة؟ والله الحمد لله بخير انت كيف الجامعة معك؟ والله لسه طبعا انا ما قدمت لا لانه انت عارفه طبعا هنا ما حينفع ان انا ادرس جامعه فبس مستنيه موضوع الاقامه حق ابوي انه يتحل عشان اقدر اسافر واقدم ان شاء الله قريب يتحل باذن الله يعني حتسافر السودان تكمل هنا لا تقولي انك بتروحي تدرسي في السودان يعني حتسيبيني وتروحي لا يعني اكيد حاجه اجازات عارفه يعني ليش اليوم حشوفك وحقابلك حتى انا بس مو زي بعض كل يوم نطلع على بعض كده وننزل لا حكون معاك حد اجازات وكذا ما تخافي ان شاء الله اهم شيء انك انت مبسوطه الحمد لله الحمد لله ان شاء الله ربنا ييسر الامور امي كيف والله الحمد لله يا خالتي كويسه الحمد لله بخير انت كيف حالك ايش مسويه خلينا انت انا دي خلخلي ايام مدروسه مالك يا زعل ما شاء الله منقشه عندكم زواج ايوه ما شاء الله مره حلوه شوف
بسوقك يوم بجي بوديك للحنات حنان. اي والله انا نفسي كمان حنان. بسوقك والله يديك داخل ظريف والله. ان شاء الله يا قلبي باذن الله. ان شاء الله حبيبتي. هاي نسينا موضوع النكاح. اسالها كلها الاجابه ما يغلو لنا. هاي بسالها هسي عشان ما يغلو لنا والله ما بنقدر. هي صعب لو انتوا عاد قالوا لكم تزيدوا الايجار لازم تدفعوا. لا لا بكلمها هسي تكلم لنا ابوها ما يزيد لنا الايجار. صحيح يا خلود ابوك يبغى يزود الايجار؟ ايوه ليه ما يزود لنا نحن؟ انت عارفه والله انا مالي دخل بس انه راح اكلم ماما وتشوف. كلمي وما يزيد لنا الايجار. حسن الناس كلها ايجاراتهم نزلت. طب انا راح اكلم ماما وهي تصير تكلم. اي ما يزود. لانه انا مالي دخل ما مجلس. اي عارفاك والله مالك دخل لكن بس كلمه وما يزيد لنا الان نحن ما حنفهم. صح كلامك كمان. لا معلش بس انت عارفه بابا ما في احد يتكلم معاه غير ماما. انا راح اكلم ماما ويسر. اي كلميها وانا لو شفتها برضو بكلمها. ايه ان شاء الله. اوكي سعاد انت ما حبيت اسكتي. شو زينك اختي برضو مبروك. مرحبا ابو خالد. الله يسلمك يا كيف اخبارك؟ والله يا ابو خالد المشكله بس المعقب. انا جهزت كل شيء والله. هاي التامين دفعته. ليه يا ابو خالد؟ اديني بس شهر. المشكله ما مني انا ابو خالد، انت عارف. صح نحن بيناتنا عشره وكذا. جزاك الله خير. الله يسلمك أتعبتك تحمل معي شوية. طلعت من يدنا والله 16,000 73 إن شاء الله أكون ناقل منك لأنه أنا داير أكون نظامي. الله يسلمك أبو خالد تسلم كثير ما قصرت أبو خالد. الله يبارك فيك بارك الله فيك. سلم على الشباب. الله يسلمك يديك العافية. طيب مع السلامة. كيفك انت يا أمل؟ مشتاقين والله. بخير الحمد لله تمام. الله يخليك. كيف أولادك انت كلهم كويسين؟ كلهم تمام الحمد لله على السلامة. الله يسلمك والله. السودان فاتك. السودان مبالغة كاملة. طبعا ما سبت لك ولا عرس. طبعا أكيد عارفة انت طبعا. كملت العرس كلها؟ كلها. كيف لقيت أهلك كويسين؟ والله كويسين بس رواه معي بالسودان نهائي. ليه طبعا متعودة على هنا. نصبح على